انا عند ولدي مشيت نعزي ومشى معايا الفنيدق وطاح. ملي طاح تنتفاجئ بين ما تقطع عليه النخاع الشوكي ديالو. هزينا من تما دينا للسبيطار، من السبيطار للسبيطار دينا لواحد الكلينيك اخر، هزينا لواحد السبيطار ما كاينش الامكانيات تم، خدينا ليه لابيلانس باش غنهبطو للدار البيضاء. جبناه لهنا دخل مني بعدا وصلت هنا الكلينيك، بعدا الكلينيك ما بغاش يدخلوا ليا، قال لي تتجيبي تحطي الشيك، وانا الشيك هزاه معايا. انا ملي جاني الشيك انا امراه ارمله ما عنديش، هو الكبير عندي في خوتو تيطوع واحد الدري وعدا من ولد الجيران، وجا مسكين تيجري مع 4 الصباح حتى لدارهم، دا مسكين الشيك عاد حطو عاد يدخلوا الدري. انا لسه تنطلب هاد ابن ولدي بغيت يتنفس، الدري النفس ما كانتش تطلع تيدير والنفس ما تطلعش وما حنوش فيا، وانا تنبكي تنقول ما دخلوه، تقول لي لا مهمتي حنا ما تجيبي لينا الشيك. دخلنا ولا جا مسكين داك الدري حط الشيك، دخلنا الدري جا الطبيب تفاهم معانا، تيتفاهم معانا على 5، من يصبح الحال عاود جا عندنا تيقول لنا 6 المليون، 6 المليون باش غدار العمليه. المهم من لحقنا تم 7 المليون باش دارت العمليه. تيخرج عندي تيقول لي مهمتي راه العمليه انا داك العظم اللي حيدته اللي كان خانقه دابا ولدك غيمشي للترويض، اللي كانت شي حاجه راه في الترويض. ومشينا السوق قلبنا وسولنا على الترويض، مش ديتو مشيت نسول الترويض يقول لي 3 المليون، وانا ما في حاليش ما عنديش هذاك الشيك 7 المليون. راهي العائله وصحابو وخاهم تتشوف هاد الدراري كلهم اللي داروا وجمعوا باش تنبعد ديك 7 المليون باش دارت العمليه. دخلناه خلصنا 3 المليون، عاودوا دابا راه الشهر دابا باش نعس، قالوا لي دابا غتبقاي تخلصي بالكنزات، تخلصي بكل كنزه كل 15 يوم تخلصي واحد القدر. مشيت قبيل الصباح نيت راه خلصت شحال ما عقلتش شحال خلصت 17000 درهم كل كنزه. عاد خلي الدوايات المهم باقي المهم كلشي على ما كنخلص الدواء كلشي على حسابه. المهم كان الدواء راه كان زياده راه غنزيد الثمن، ما كانش هذاك الشيء فاش غيبقى. المهم ولدي انا ما عنديش، وتنطلب من الله والمحسنين يعاونوني على ولدي، هو المعين الوحيد ديالي، هو الكبير في خوتو. والحاله ديالو دابا كيفاش دايره؟ الحمد لله انا اللهم لك الحمد، ولدي باقي المهم انا المهم تيبان ليا شي المهم قدامي ملي تيبان ليا ملي تيكونوا مع الدراري وداك الشيء وتيضحك وداك الشيء، هذاك هو الربح ديالي. والدي طاي كامين كان هو مع ولاد عماتو، كان بغى ينقز تنقز تنقيزة الأولى، عاود قال ولاد عماتو هانتوما فيلمي وأنا غنعاود نقز عاوتاني، لقيت اللي نقز عاوتاني طاح مسكين طاح على راسو، قال الدريه بنت عمتو أنا راه كنحس براسي كنحرك لي يدي لرجليا، تما كانت الصدمة شوية قوية بزاف، إيوا هادشي اللي عطا الله والو. ما غرق ما والو؟ لا ما غرق ما والو. جات الدريه بنت عمي شويه مسكينه جات كتجري وعاوناتو باش خرج، بقيت اللي عاوناتو باش خرج، هو مسكين كيقول له ودي انا ما كنحس لا بيدي لا برجليا، كنحس براسي صافي تشللت، بقى كيكرر هاد الكلمه ما هي مره ما هي جو. وكما قلت لك قدر الله وما شاء فعل. انا دابا كنطلب من الناس المحسنين يتعاونوا مع هاد الناس هادو، الناس اللي هما مساكن راه عالم بهم غير الله سبحانه وتعالى.